أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد شاب وإصابة آخر إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة كان يستقلانها شمال غربي نابلس. وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل إن طواقم الهلال الأحمر نقلت جثمان الشهيد بعد أن أعدمته قوات الاحتلال بالرصاص المباشر، وهو في مركبة كان يستقلها برفقة شاب آخر أصيب بالرصاص قبل أن تعتقله قوات الاحتلال.